تعالوا شوفوا مع بعض ازاي الشيف المغازي دايما بيقول بتفاصيل صغيرة بنعمل طعم جديد وشكل جديد. نشوف مقادير داوود باشا وليه سموه داوود باشا، واحنا شغالين هنجاوب على السؤال. معانا لحم مفروم ومعانا بصل وتوم دقيق نشا بصمات بقدونس ناعم ملح فلفل وصوص طماطم. ده صوص الطماطم ده لازم تخدمي عليه كويس، لان هو ده اللي هيخلي داوود باشا واللحمه المفرومه بتاعتك هي داوود باشا. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. لحم المفرومه عندنا بتطلبيه من الجزار فرمه ناعمه، خلي بالك ده مهمه جدا على فكره. بتعملي حواوشي، بتعملي داوود باشا، بتعملي كفته هبره، بتعملي الكبيبه، لازم تطلبي من الجزار يديك الهبره واللحمه فرمه ناعمه، اللي هو وش المفرمه يبقى معاكي ناعم. تفرق يا شيف، تفرق طبعا. هنشوف مع بعض ازاي نعمل داوود باشا. واحنا مغازي دايما لما بنعمل داوود باشا بنلاقي فك مننا في قلب الصلصه، غير كفته اللحمه بالرز. الرز هنا مكون اساسي في عمل الكفته، فعمرها ما تفك في قلب الصلصه. انما لو عملنا داوود باشا الكفتة مننا بتفك في قلب الصلصة مع غلوة، والتانية بتلاقيها قلبت على صوص بولونيز أو لحمة مفرومة متعصجة. إيه هو صوص البولونيز يا مغازي؟ اللي هو الطلياني، لحم متعصج مع بصل وتوم، بياخد ريحان أو زعتر وياخد صوص طماطم. البولونيز ده بيتحط على المكرونة الاسباجيتي أو يتعمل بيه مكرونة بالبشاميل. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض إزاي. أدي اللحم المفروم بتاعنا، وزي ما قلت لحضراتكم بتطلبيه من الجزار فرمة ناعمة. ويفضل طبعا حفظ اللحم المفروم في التبريد 20 تحت الصفر علشان لونه ما يغيرش منك. احنا يا اخوانا لما بنيجي نطلع المفروم من قلب التلاجة بنلاقيه لونه اسود، نظلم الجزار. لا، المشكلة عندك يا اختي يا امي في عملية التبريد. جبت حتة لحمة مفرومة زي دي كده ودبحين، او ان احنا جبنا كميه مفروم نخزنه في التلاجه، لازم تكون درجه التبريد في التلاجه 20 تحت الصفر، يعني اللحمه تتجمد بسرعه قبل لونها ما يتغير، المفروم بالذات عشان ما نظلمش الجزار. نبدا نحط البصلايه الناعمه على اللحم بتاعنا، نحط الفص الثوم المفروم الناعم، شويه البقدونس الحلوين المفرومين، وبايدك كده عشان ايدك هي العيار، ايدك هي البركة يا ست الكل. حلو الكلام. معانا من النشا معلقة، ومعانا من الدقيق معلقة. هناخد الخليط ده كله مع بعضه ونقلبه مع اللحم المفروم بتاعنا. توابل داوود باشا ايه بقى؟ هل داوود باشا دي من المطبخ الشرقي ولا من المطبخ الغربي؟ والله انت عايزاها من المطبخ الشرقي اهلا وسهلا، عايزاها من المطبخ الغربي برضو اهلا وسهلا. علل ولماذا؟ هي التوابل اللي بتفصل الطعم. حطينا كمون وكزبره وفلفل اسود طبعا، والبهارات بتاعتنا اللي هي ملح وفلفل وكمون وكزبره، خدت الطعم الشرقي. حطينا صويا صوص وحطينا جنزبيل مع روزماري وريحان، خدت الطعم الطلياني. نحط الملح بتاعنا، معلقه معجون طماطم، كل ده في داوود. عشان كده سموها داوود باشا مش كفته وخلاص، لا، عشان كده سموها ايه؟ داوود باشا. حطيت معلقه معجون طماطم، عايزها من الطعم الشرقي هنحط الكمون والكزبره والملح والفلفل. وزي ما قلت لحضراتكم التوابل هي اللي بتنقلنا من مطبخ لمطبخ. زعتر، روزماري، جنزبيل. شفت السؤال الجميل الحلو ده لما يكون معايا مخرج شاطر يسأل عن التفاصيل الصغيرة؟ ليه الدقيق؟ ليه حطيت دقيق ما حطيتش بقسماط؟ البقسماط من تصنيع فتات الخبز أو بواقي التوست اللي عندنا، لما هيتفق مع الكفتة هيخلي لك الكفتة تفك في قلب صوص الطماطم. فلما أحط دقيق مع نشا، اتعلمنا من الدقيق والنشا، لا الدقيق سوري مش النشا، في ماده الجيلاتين عاليه جدا، دي اللي بتساعد على تماسك اللحمه وهي بتغلف الصلصه، فعشان كده حطيت دقيق. العلم حلو، ولما نكون بنشتغل على مفهوميه حلو، وبنحط ايه على ايه في الاخر ده مطلوب مننا. هنقلب دول مع بعض. انا ممكن احط بقسماط، البقسماط طبيعي، جربي كده وجيبي شويه بقسماط حط عليهم شويه ميه او حطهم في اي سائل هتلاقيهم ايه نفشوا كده وزادوا، غير الدقيق بتحط عليه ميه حسب الرغبه
وتعجني العجينه بتاعتك. انا حطيت دقيق مع نشا، ما سالتنيش حطيت ليه نشا يا عم الشيف. النشا دي عشان لما تتحمر داوود باشا دي نحس بالقطمه تحت سناننا كانك بتاكل فستق حلبي. اهو شفت العجينه والخلطه، عشان كده سموها داوود باشا. اهي مكوناتها لطيفه وجميله، توابلها حلوه بالشكل ده كده اهو. للامانه وللمصداقيه محتاجه شويه دقيق، شفت انا صريح ازاي؟ اه كمان شويه دقيق صغيرين ونقلبهم مع بعض، عكس لما بنعمل برجر. برجر حاجه تانيه، برجر ده بنجيب حته اللحمه المفرومه خشن مش ناعم، شفت بقى الفرق الخشنه غير الفرمه الناعمه، ونحط عليها الصويا البودر. تتجاب الصويا من عند العطار، حبوب الصويا وتتنيع. وانا بصراحه لو ما اكلتش البرجر بصويا كاني ما باكلش برجر، كاني باكل كفته. طب اكل كفته وخلاص، يطلق عليها برجر لانها بتاخد الايه الصويا البودر او حبوب الصويا، بتتجاب من عند العطار. اه حاجه كده عامله زي البرغل بس لونها طبعا يميل للبياض. اه شفت العجينه حلوه ازاي؟ هناخد العجينه الحلوه دي كده مستر داوود باشا. اخواننا الشوام بقى، بس اعتقد الكلام ده مش موجود دلوقتي، يجيب الصنوبر يحمره ويحطه مع داوود باشا. طبعا الصنوبر دلوقتي سعره غالي، الكيلو يتعدى الالوفات، ملناش دعوه بيه. ايه البديل له يا عم الشيف؟ ممكن تحط شويه لوز، حلو، عشان كده سموه داوود باشا. هناخد داوود باشا كده في الصينيه الحلوه دي كده، ونحط شويه زيت. شفت بقى التركايه دي بقى اهو، ده زيت زيتون، بنحط مع زيت الزيتون ده، هي دي التركايه، بصلايه بالشكل ده كده. شفت الجو ده كده اهو، ونحط على البصلايه دي يا عم الشيف فص توم ناعم. الله، معانا روزماري، استاذن حضراتكم نجيبه ده كده مع زعتر عشان الطعم. شفت الجو ده كده اهو، وده كمان مع البصلايه والعود الزعتر الحلو ده كده مع البصلايه، ونبدا نشتغل مع بعض. خلي بالك شطارتك بقى وانت بتعملي داوود باشا ده كده، لازم كله يبقى حجم بعضه، ما تبقاش في قلب الطبق. ما يبقاش في قلب الطبق واحده كبيره وواحده صغيره. شوف انا اشتغلت ازاي، دايما بيعلمونا الشيفيه والمدرسه الطهويه كلنا بنتعلم، يقول لك تظبيط الشغل يا شيف اهم من الشغل. انا عملت العجينه وعجنتها وانا شغال اهو بايدي. والله العظيم اللحمه المفرومه دي لا تتعدى نص كيلو، ولادك هياكلوا والجيران هياكلوا والحبايب هياكلوا، والجيران اهم حاجه، النبي وصى على سبع جار. اهو لا بكور اهو 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 داوود باشا اهو حلو اهو بالشكل ده كده اهو. هتقولي لي حطيت بصل ليه وروزماري ليه؟ عايز الطعم انا، ما انا هاخد كل الفليفر ده والطعم ده. ما هو البصل دي معاك حق، هو البصل لو اتحط ني في الكفته بيبقى طعمه مش حلو. ولكن البصله هنا هتتحمر مع الروزماري في الطاسه في قلب الفرن. ممكن بيسالني الاستاذ احمد عوض، طبعا لما بيكون الواحد مبدع في عمله لازم كمان يكون مبدع في استفساراته. الاستفسار هنا ان انا ممكن اعمل اكل من غير بصل هيبقى ناقص حاجه مهمه جدا اللي هو البصل. والمطبخ بصل وتوم، ولكن هل نتقبله؟ نتقبله، بس لا ذلك لا يمنع، ما يمنعش طبعا ان انا البصلايه تتحمر قبل ما احطها في الكفته اذا انا مش بحب ريحه البصل. شفت الكميه؟ بسم الله ما شاء الله. ادخلهم الفرن دلوقتي، ولكن خلوني اقول اماره قبل ما احط الكفته دي في قلب الفرن. ايه هي الاماره يا عم الشيف؟ لازم تكون درجه حراره الفرن عاليه جدا. حذاري تحطي داوود باشا في فرن بارد او فرن مش والع، كانك بتعملي كيكه او بتعملي كب كيك. اللهم صل على النبي. بالمزوره قيسهم يا مخرجنا واساتذتنا المصورين، هتلاقيهم كلهم مقاس واحد، بصلايه روزماري زعتر شويه زيت زيتون شويه حب. درجه حراره الفرن عندي 180، ولكن دايما لما باجي عند الفرن بنسال سؤال لطيف جدا،
دي مكانها فين في الفرن عشان تتحمر وتبقى لطيفة وجميلة بالشكل ده كده. ده مكانها، الله، هو ده في النص عشان النار تحتويها من كل الأطراف فوق وتحت. ايه الصورة الحلوة من الفرن ده؟ تعني مليون كلمة. طلبك على راسي، بس بالله عليك واسألك العافية تدلع لي داوود باشا قبل ما يطلع من الفرن، وتجيب لي التفاصيل التفاصيل والبصلة اللي تسألنا ليه حطناها قبل ما نحط داوود باشا. هنطلعه من النار. الله، شوف الحلاوة دي بالله عليك. بص على الحلاوة دي كده، هو ده. زي ما هي. هتعملي ايه؟ دي المدرسة المغازية بقى. حلو؟ يا عم الله، هو ده الكرة في ملعبك. زي ما هي كده. بص على الحلاوة، بص على الحلاوة. يلا بينا يلا بينا، هو ده. بس خلاص، فين البصلة للطماطم؟ دي المدرسة. فين التومة للطماطم؟ دي المدرسة. هزها هزها تبين حلاوتها. زي يلا بينا يلا بينا، هنا هنا يا شباب. الله أكبر، هو ده. يلا هو ده، العب. سخن، عايزينك يا شيف. هو ده الصينية طالعة من الفرن، حكاية. بس خلصنا. شوف داوود باشا اتعمل ازاي؟ نقلبه. لا دي مدرسة تانية بقى. لما بنوصل لمرحلة الإبداع بيبقى فيه إبداع. الإبداع بيجي منين؟ من الثقة. نشيل الروزماري اللي خدنا الطعم بتاعه، فاكرينه ده كده؟ ونشيل الزعتر اللي خدنا الطعم بتاعه، ونسيبه ياخد غلوة على النار. فكت اللحمة؟ لا. فرطت اللحمة؟ لا. بشخصيتها؟ واحنا بنشيله من النار وبنقدمه، ونحط عليه شوية بقدونس، أو لو الدنيا حلوة وقابضين والحياة حلوة هنجيب شوية صنوبر نحمرهم ونحطهم على الوش. طبعا لما أنا حاطط دقيق مع الكفتة بتاعتي أو داوود باشا، الدقيق زي ما عرفنا من العلم والأبحاث مادة الجلوتين فيه عالية جدا، فبيلعب دور مهم جدا. إيه هو؟ بيديني قوام للصلصة بتاعتي. شوية فلفل، شوية ملح، شوية بابريكا، والطعم، ونقدمه كده مع بعض. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. داوود باشا، يلا يا باشا. ألف هنا وشفا، ألف هنا وشفا للي ياكل. اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب. اخواننا الشوام زي ما قلت في البدايه بيحطوا ايه؟ صنوبر. بس ما اعتقدش حد بيحط صنوبر دلوقتي. كيلو تقريبا وصل 4000 جنيه. يعني حاجه غاليه ما فيش داعي منها، ممكن تحطي لوز مقشور. ده عند الراجل بتاع اللي هو الايه؟ العطار. او تحطي فول سوداني، مش هيقول لا، بتحكي. اي نوع مكسرات انت حباها، عين جمل. حلو؟ انا بقى للامانه احط شويه بقدونس، راضي. ألف هنا وشفا، صدقيني هيبقى أحلى بكتير من الصنوبر. ودي أكلة مصرية، بما إن هي عدلها الرز المصري أيا كان بقى إيه موطنها.